منذ العهد الفينيقي بدأت هجرة سكان شرق المتوسط عبر البحار. ابرعوا بالتجارة واخترعوا الأبجدية، ثم انتشروا في مختلف أنحاء المعمورة وأسسوا المستعمرات في مختلف أصقاع الأرض. منذ العام 1860 تحولت الهجرة في جبل لبنان من غرض التجارة وطلب الرزق إلى الهرب من الحروب والاضطهادات والفتن الطائفية التي كانت تعصف في البلاد. قبيل الحرب العالمية الأولى نشطت الهجرة اللبنانية إلى قارة أمريكا، حيث اشتهروا في البرازيل باسم تجار الكشة، وذلك لأنهم كانوا يحملون صندوقاً خشبياً فيه أغراضاً متنوعة يقومون ببيعها في شوارع المدن والأرياف. مع الوقت تحسن وضعهم المعيشي وانتقلوا لفتح محلات تجارية اشتهرت بشكل سريع، كما وصل الكثير من اللبنانيين إلى تسلم مراكز عالية وهامة في بلدان الاختراق. اليوم ومع ضيق فرص العمل والأزمة الخانقة التي يعيشها السكان، لا تزال الهجرة آخذة بالازدياد، بل لقد أصبح لقب مهاجر هو حلم كل لبناني.